بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، إن شاء الله تكونوا بألف خير. معكم أخوكم في الله معاذ التيجاني. فيديو على عجالة إخوة الأعزاء، فيديو على عجالة إن شاء الله. يعني فقط حبيت نوضح يعني بعض الأخطاء التي يقع فيها المربي في هذه المرحلة، يعني وهي مرحلة التزاوج. فبزاف يعني توصلني العشرات من الرسائل، خويا معاذ طلبت المعلف مال ما كوبلاهاش خرجتها. المهم الشعب راه حاصل خوتي العجوز. المهم ان شاء الله من النصائح اخوتي الاعزاء ومن الاخطاء الشائعه عند المبتدئين وحتى بعض يعني لي زونسيان، واش يديروا؟ خلاص المال مثلا راه وجد مع لا فومال، واش يروح يدير؟ يروح يطلق المال لا فومال، يعني يشوف المال جرى وراء الانثى، ولكن الانثى ما بوزاش، الانثى ما بوزاش. في هذه الحاله واش راح يدير؟ يروح يعزل عاود من جديد، يعاود ينقلع المال على لا فومال، وهذا خطا كبير خاوتي، خطا شائع. المفروض انك يا اخي المربي المستمع لما تدخل الذكر على الانثى خلاص ما تقلع، خلاص هذا هو الخطا خاوتي، الخطا الكبير انك كي تروح تقلع، والخطا انك كي تبقى اقلع رجع اقلع رجع اقلع رجع راح تفشل بنسبه 90%. 90% خاوتي سي بون، راه عندك مال واجد انثى واجده، خلاص اخي اطلقهم، دير لهم يعني دير لهم في مكان يعني هادئ، وما تجي تخرب فيهم خويا العزيز، ما تجي تخرب فيهم، يعني وفر لهم الهدوء فقط. حتى لو كان الانثى تطول في بناء العش مثلا تفوت 15 يوم 20 يوم من بعد يطلق الذكاء على الانثى، يا اخي العزيز ما خلاص ما تعزلهمش، ما تعزلهمش، عاونهم بالتيفاف الحريق، اعطيهم المكملات الغذائيه مثل الاوسيلينيوم الكالسيماكس، ولكن عمرك ما تبقى تنحي المال رجع المال بدل البلاصه رجع البلاصه. هادو هما الصوالح اخواتي اللي يفشلوا في الانتاج. ثاني حاجه اخي العزيز، عمرك يعني خلاص طلبت المال على الانثى، عمرك لا تعاود تخرج الانثى ولا الذكر تقسمهم الاظافر، قص الاظافر والمنقار وهاد الصوالح ينداروا قبل اطلاق الذكر على الانثى. يعني ما تخلي اي حاجه اي حاجه تكون سبب في كما نقولوا حنا في ستريس، في خوف الطيور تاعك، لانه المقنين خاوتي العزاز الطيور هذه يعني المقنين، وهذا المقنين طائر حساس بزاف بزاف، قادر حاجه تعور وتخلع. تخيل انت راه عندك يعني انثى واجده واجده واجده، قادر ما تحكمهاش مليح تقيس لك الريش، قادر ما تحكمهاش مليح يعني تتزير عليها شويه، ولا قادر يعني تبرد تبرد من جديد، تبرد يعني كي يقولوا حنا تبرد تعاود راح ترفد لك الوقت من جديد باش تعاود كما قلنا تحمى من جديد وتوضع لك العش. لهذا اخواتي دائما كي تطلق الذكاء على الانثى ما تخربش فيهم، خليهم مع بعض، وفر لهم الهدوء التام، لانه ماشي شرط يا اخي العزيز الذكر يكون فيها امامك. حتى وكان يكونوا واجدين 100% واجدين 100% الانثى تبوزي امامك، ولكن بعض الاحيان كي تطلق الذكر عليها يبقى يجري وراها، هي تخاف تخاف ما تبوزيش. هذا ماشي معناه انه ما قبلاتوش ولا لا لا، لانه علاش هي يعني غالبا يعني في الصباح الباكر فقط كي تطلع شويه يعني تاع النور هكا الانثى تبوزي مباشره، والذكر يعني يطلع يقران بها سيلونسيو، يقران بها يعني كما قلنا العمليه التزاوج تكون يعني سيلونسيو. شكون تقول سيلونسيو بالعربيه؟ مشات لي والله غير مشات لي، يعني ساكوتي. هذه يا خوتي العزاز ممكن كاع ما تفيقش بهم صحيح، هذه يعني هذه هي نصيحتي للاخوه المتابعين، وان شاء الله ربي يوفقكم. ما تقلقوش خوتي ما تقلقوش، يعني هذا فينطلق موسم التزاوج، هذا فينطلق، ماكوش متاخرين ولا الله غالب. الكليمه تاع العام كانت شويه يعني ما كانتش ستابل، كانت متقلبه، وحتى الطيور في الطبيعه خوتي يعني هذا وين بدات تدير الاعشاش، لهذا ما تقلقوش خوتي صحيح. ربي يوفقكم ودعونا الله، والسلام عليكم.